كاينين الزوينين، كاينين المقطوعين، كاينين كلشي، كاين كلشي منه طرف. بالي مخلطه لك العلوم مع الادام والمرقى وداكشي. هادي باينه، حنا ما عندناش الصيام، ما كاينش رمضان، المغرب ما عندهمش رمضان. انت منين دبرتي على هاد الزمر منين؟ إلا دورتي الكاميرا أنت كتشوف كيفاش دايرة. بخير، الدراري زويونين، ما كنتقطعو ما والو حنايا، يكذب عليك الكذاب. هاي هاي ها، وهاديك البيبينا، هاي هاي ها، كل نقصر ومتقينا. ما خصنا حتى شي حاجة، حامدين وشاكرينو، خصنا حاجة وحدة، 80 درهم في الواحد في النهار. كاينة المصيبة الكحلة والمصيبة البيضاء والمصيبة الصفراء والمصيبة الزرقاء، أنت أين المصيبة؟ لا حنايا مقطوعين من البطالة ومن الخدمة ومن الفلوس ومريحين حنايا تتشوفونا بخير. نح على العالم وتفوا على العالم. هذا مقرقب هاد، ها هو تجيب لي الجدرمية يوقدوه مع راسو. بغيتي المقاطعين نوريهم لك، بغيتي الزوينين نوريهم لك. كميم وخضيرات وها، ولكن ما تنتقطعش فهمتي. غادي تلبدها معانا ولا غادي نعيط لك على الصطافيط من الاخر؟ نص المغرب ما صايمش. كاش لك اخر؟ على حسب المناسبات. كل مناسبة في مناسبة ديال رمضان كيتمشي هذا الشيء هذا مزيان، بحال دابا هذه بالنسبة لهذه 40 درهم، ليمون طبيعي يعني معصر، ماشي تشري واحد الحاجة من الحانوت ما عرفاش شنو فيها. نعم، إنها المخدرات. بزاف ديال عباد الله اللي تيسب، اللي غادي تيكمي، اللي غادي تيشوف شي سيدة مزيرة. سير غا فحالك، سير غا فحالك، سير غا فحالك، سير انت غا فحالك. كاين نوع اخر من الاشخاص اللي كتعصب، يعني تكون لافيم الكارو. الله يرضي عليك، الله يعطيك الرضا لما بدل ساعه اخرى. كنهبطوا للمارشي يا خويا، مطيشه ما كايناش في المارشي، غاليه وكيقول لك تيتقطعوا. الدراري مقطوعين نتوما، من الناس مقطوعين، مقطوعين ها من الخدمه ومن الفلوس اخويا، هادشي اللي كاين. ودويزه طريفي مساكن غير مبليين، عشي وشاو ومحيا وما عندهمش مع الفيسبوك. كتجيني هاد الترمدينه راه ما كايناش كاع في هاد القاموس ديال، راه كاينه القطعايه اللي كاينه في هاد الزعما، كاينه الترمدين لا والو، بنادم شي يبغي كيلعب مع الشيطان بزاف وكذا. غير انا كيبان لي هاد السيد هذا واخا انا تابعو كيلهبيل وما كنفهم حتى شي حاجه في هادشي اللي كيقول، ولاني هذا راه هبيل كبير. هما اللي كيترمضنوا وكيتعصبوا داكشي، ولكن داكشي كيكون بسيشيك. وما قلت لك بواحد الطريقه عنصريه، ما كاين اللي تيبغي تيدير راسه في هذيك القطعه فهمتي، بحال اللي تيدير راسه في هذيك القطعه. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. راه بخير الحمد لله، انتم شو الاجواء كي دايره؟ الحمد لله ما كاين لا مشاكل لا وداك الشيء، هضره ديال الترمدينه وكذا. تكلم ديال لسانك، شي فمك وسكت شويه. هذاك اللي كيقول لك حنا مقاطعين ولا ما مقطوعين، حنا اللي مقطوعين هي من البطاله، مقطوعين من الخدمه، مقطوعين من انتم شو الاجواء، راكم مشيتوا من الراس حتى الراس بخير الحمد لله، ما كاين لا مشاكل لا حتى شي حاجه. نو في حالك، نو في حالك قبل ما نجيب هذا الشيء منتف، نو في حالك. انتم كتشوفوا راه حنايا عندنا ارتفاع الاسعار بمدينه سلا، حنايا عندنا غلاء الاسعار طالعه بزاف، حنا كنتمناو تخفضوا لنا الاسعار في رمضان. سمينا الكوكو ديال عنشق، طلع داك الدوسي يقول هاد السيد اش داير في حياته. الناس ما منظماش حياتها، هذا هو المشكل اللي واقع في الترمضين، الناس ما كتنعش مزيان، كيباتوا سهرانين. انا ما كنعممش، هو راه القضيه ديال النعاس هي اللي مهمه جدا، وكاينه ضغوطات ديال الحياه. انت راجل وراجل وتعرف الهضره ديال الرجاله.